احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. قال معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، وليكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. نعم، ما يلفظون القول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا اللسان قد يدخلك الجنة وقد يدخلك النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ما بين لحييه هذا اللسان، وما بين فخذيه هو الفرج. من حافظ على فرجه فلم يقع في الحرام، وحافظ على لسانه فلم يتكلم بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضا الله تبارك وتعالى يرفعه الله بها الدرجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. فلنحفظ ألسنتنا فلا نتكلم إلا بخير. ولذلك قالوا قديما: إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. فنسمع أكثر ونتكلم أقل، وأسأل الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة لنا جميعا، ولنحفظ ألسنتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.